استاذ شكري هو ده الحاج سيد يقول قصيده حلوه. ماشي يلا يا استاذ. يلا يا سيد. عم سيد بكر. لا مش هو جديد يا عم. ليه بس؟ ليه حمرا مش عايز يقول جديد؟ عايز يحبس. حته حمرا عم سيد. ليه كله مش عايز يقول جديد؟ عايز يحبس. حته حمرا. لا لون قديم بقى وخلاص. ليه طيب ليه كله مش عايز؟ عشان عم دهب والله. انا اقول حاجه لا لا. ليه؟ 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 عايزين حاجه واحده. اروح. حاجه واحده. لا. خليني في الايه؟ خليني في الاصيل احسن. عشان عم دهب. لسه بحلم بالدفى يلف البيوت. لسه بحلم بالدفى يلف البيوت. يفرق ايه الافراح؟ نضور يخدر الاحلام تنبت في النفوس لو حتى بور. نفسي ازرع في القلوب بستان زهور وافرح بخيرنا يتولد جوه المجور لما ست تقوم تدور على الطحين والبيت بطين وكانه قصر من القصور والديك بيندم على السطوح والعيشه كانت فيها روح وتلمنا لقمه فطور والضحكه كانت بالرضا والعيش يطيب والبقره بتهادي حليب تحطم الساقيه تدور والارض تشرب من العرق تملى الشقوق تبدا تفوق والفاس تزغزغ بطنها تخرج سنابل حبها فرح وبخور والفرحه جايه بالحصاد مع قوت وزاد والحمد على فرضنا من رب حارس جمعنا حياه بتجري في دمنا ازاي ممكن. الله ما بين بيتنا وبيت جدي انا يا وصول ما بين بيتنا وبيت جدي انا يا وصول اعدي اخطي تقابلني بياد النور تنادي يا غالي زور حضني اجري بسرعه لحداها احك وزور تتمتم بالايات ترقي ودعوتها برقها بخور ستي حته من الجنه ستي من بنات الحور ما بين بيتنا وغيط جدي أنين للنار وكنكة راكدة على الراقية بتحضر شاي لصحبة غزلة أحلامها لبكرة الجاي بتزرع حب وبتحصد حنين جواي ما بين بيتنا وغيط جدي دفى ممدود ونخل كتير بيتمايل ركوع وسجود وعلب عجوزة بتعاجب بكام عنقود وتصلب عدن للماضي تاريخ لجدود وساقيه تلو مشاعرنا وشجر التوت ما بين بيتنا وبيت جدي انا موجود بوطي القلب بالذكرى غطاء وبيوت. الصور الشعريه هي طبعا. استاذ احمد خلف.